عندنا هذا المثال اللي بيه المعادلة من الدرجة الأولى، معادلة التفاضلية y prime plus y tan x equals sine 2x. عندنا هنا initial condition، عندما ال x صفر، عندما ال x صفر هنا ال y واحد، منطينا ال increment 0.1، ويريد من عندنا 2 steps، ويريد من عندنا ال error، يعني الاكزاكت سولوشن لازم توجده وبعدين الكمبيوت الايرور. الطريقه اللي يريدها بالسؤال هي امبروفد اويلر ميثود. فمثل ما قلنا اكتب كل القوانين للطرق الاربعه، طريقه اويلر السهله، وطريقه موديفايد اويلر اللي بيها خطوتين، طريقه هيونز ايضا بيها خطوتين. هيونز طبعا هي نفسها امبروفد اويلر ميثود، خلي على بالنا انه تسمية نفسها، القواعد نفسها بس التسميات تختلف. والطريقة الأخيرة هي طريقة الرانج كوتا اللي بيها أربع ثوابت K1 K2 K3 K4. فهنا طريقة هيونز أو طريقة امبروفد أويلر نحتاج K1 و K2. راح تشوف هنا بالجدول، نعطيك هنا ستار، نعطيك هنا XN. شي يقصد بها؟ يقصد بها ذني احداثيات الكي 1 هذا والكي 2. فهذا هو الكي 1 وهذا هو الكي 2. يعني الكي 2 نحتاج بها اكس ان بلس 1 والواي ان بلس 1، نقصد بها يعني الواي ان بلس الكي 1 او 2 على 3 كي 1 اذا تشوفه بالقانون. فهذا الجدول يعني لا يشوش عليك، الغرض من عنده انه ده يفصل الخطوات ايجاد الكي 1 والكي 2. بالاخير اخير الجدول قال لنا ارقام الواي ان، يعني الواي ان اللي قصده هو القانون الاخير. فالكي ان الكي 2 نحتاج بها الواي ان بلس 2 على 3 من الكي 1، والاكس ان نحتاج بها تي ان بلس 2 على 3 دلتا تي. دلتا تي يعني الايج، الاكس ان او تي ان نفسها. فالكي 2 هو هذا والكي 1 هو هذا، بنتعوض هنا بالقانون يطلع لك الواي ان. فأنا ماخذ هو 2 ستيبس، باعتبار انه يعني الستيب الاخير توقف عنده هو نفس الواي ان، قايل لك هو هاي الخطوه. فهذا هو النيوميريكال، النيوميريكال متعوض الاكس صفر، بعدين نزودها اج 0.1، نزودها اج مره ثانيه يصير 0.2، هناك توقف. هذا تعتبر التقريبي. تيجي على الحقيقي، تجيب المعادلة تقارنها ويا الفورم اللي عندنا، نشوف هي الفورم أقرب شيء لللينير أو البرنولي، نفس الفورم. فالبي اكس يمثل التان اكس هنا، والكيو اكس يمثل الساين 2 اكس. فاني للبي اكس أسوي له تكامل وخليه على الاكسبوننشال، يعني تكامل التان اكس هو ساين على كوساين. الزاوية عندنا مشتقاتها موجودة بالبسط، اذا كأنه الزاوية مشتقاتها موجودة، فاقدر اقول هذا التكامل هو لن الكوساين اكس، بس احتاج ماينس طبعا، فاضرب وقسم على ماينس. هذا الماينس ينتقل هنا، فراح يصير واحد على كوساين اكس، لان نعرف باللن من خواصه انه تنقل الاشاره ويصير مقلوب، بدل ما البسط يصير مقام. فاعتقد انه تكامل البي اكس هنا واضح. فمن عندنا الفي او الاف او الانتجريتنج فاكتور نسميه، تقدر تضربه هنا بكل المعادله وبعدين تكامل.
وراح يطلع لك الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، كأنه هي مشتقة حاصل ضرب دالتين، هو مباشرة هنا كاتبها. بدل ما يكتب المشتقة حاصل ضرب دالتين، مشتقة شايلها وخالي تكامل الطرف الآخر. بس الفكرة أنه أنا هاي المعادلة أشوفها إلما تشبه، فهي من تشبه اللينير البي اكس أكامله وأخليه على الاكسبوننشال، وبعدين هذا عامل التكامل اللي هو انتجريتنج فاكتور أضربه بكل المعادلة، راح يطلع لي الطرف الأيسر الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. حلينا عليه أمثلة هاي هواي، لأن هواي تنعاد بالفيرست أوردر ديفرنشال إكواجن. بس بالأخير من استخرجنا قيمة الواي، صارت عندنا قيمة الواي معلومة الحقيقية، أقدر أعوض بها قيم الأكس 0.1 0.2، أو أعوض بها الصفر هم أقدر، بس أنا باعتبار أن الصفر هو يعطينا واي واحد فهو معوض ذني الخطوتين. أو بالسؤال هو قايل لك أنه for each step يعني كل خطوة أحسب لنا الإيرور، فهو مقارن الإكزاكت ويا النيوميريكال بطريقة improved Euler، يطلع الإيرور بهذا النسبة، نسبة كلها صغيرة وهي يعني كلش optimized value، يعني هاي اللي نريدها بالهندسة، كلش صغيرة بين النيوميريكال وبين الإكزاكت. شباب خلينا نشوف الرانج كوتا اللي يستخدموها هواي بالنيوميريكال ميثود، خصوصا من عندنا معادلات تفاضلية تتغير ويا الوقت. بالحقيقة هاي الطريقة تعطيك يعني نسبة من الدقة عالية، فاحنا نستخدمها يعني باستخدام الماتلاب، نستخدمها بعدة برامج. الغاية من عدها هي إيجاد حل تقريبي للمعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى، وهنا أنا مطينا احنا الواي فاينل، إيجاد قيمة الواي عندما الاكس بوينت 2، مطينا الانيشيال البداية الاكس تنتبه عليها انه صفر، الواي واحد، فهو دائما هشكل بين الاقواس يعني. وبعدين نكتب القانون بالبداية، نكتب القانون بجهة على مود نعرف شنو نوجد الـ K1 والـ K2 والـ K3 والـ K4، بالحقيقة يعني واحد ما يقدر ينتبه عليهم. فهنا عندنا المعادلة التفاضلية إذا نشوفها مرتبة بهاي الطريقة، احنا نريد الـ F يعني بين قوسين نريد الـ dy over dx، فراح نرتب الـ dy والـ dx نخليها المقام، ويصير المعامل كله هذا المقام هنا، واضح؟ فهذا الـ f اللي نحتاجه نعوض به قيمة الـ xn والـ yn. نيجي على القيم الابتدائية للـ yn والـ xn، شقد؟ الـ xn صفر والـ yn واحد، فهاي القيم الابتدائية. نعوضها بالـ K1، يعني الـ K1 ما تحتاج، إذا ترجع للقانون ما تحتاج أي إضافات، الـ XN والـ YN تضيفها كما هي. أما الـ K2 تحتاج إضافات، تحتاج أنه الـ KN بلس دلتا تي على 2، وتحتاج الـ YN بلس K1 على 2 إذا تشوفها بالقانون. فهاي تسويها بالبداية وتحسبها بالحاسبة أو بالكالكوليتر، تستخرج قيمة الـ K2، فهي يعني سهلة ما بيها أي تعقيد، مجرد أنه تحسب الكل قانون شي يريد. مثلا الـ K3 يريد أنه الـ XN والـ H تقسم على 2 والـ YN الـ K2 تقسم على 2،
فأنت بالبداية لازم تستخرج الـ K2، يلا تقدر تستخرج الـ K3، والـ K4 نفس الحالة، لازم تستخرج انت الـ K3، يلا نقدر نستخرج الـ K4. فمجرد تطبيق مباشر للقوانين ما بيها أي تعقيد. زين، هسه من بعد ما عرفت الـ K1 إلى K4 كلها نخليها بقانون الـ Yn بلس 1، نخليها بالقانون ونستخرج قيمة الـ Yn بلس 1، فصار عندنا الـ Advance، يعني التقدم ويا الزمن، إنه الـ Yn 1 1، الـ Yn بلس 1 صارت 0.8، صارت 0.8، يعني كأنه دا يقل هنا الواي. هسه الاكس ان بديناها صفر، نزودها قيمة الاتش فصارت 0.1، فصار عندنا هنا الاكس ان 0.1 والواي ان شنو هي؟ هي القيمة الاولد، قيمة يعني احنا قلنا الجديدة تساوي القديمة بلس كذا، فالقديمة هي هذا، نخليها هنا، نعتبر هذا الـ Yn والـ Xn الجديدة اللي راح نعوضها بالخطوة الأخرى. عوضناها بالـ F، استخرجنا الـ K1، الـ K2 نفس الحالة يحتاج عدة إضافات، فنسويها للـ K2، يعني الـ Xn بلس H على 2 والـ Yn بلس K1 على 2، فلازم نعرف احنا الـ K1 بالبداية. نعوضها بقانون الـ K2، استخرجنا قيمة الـ K2. هسه نجي على الـ K3، الـ K3 نفس الحالة، نحتاج قيمة الـ K2، يعني نقسم على 2 Yn، ف يعني هي احنا كل قانون الرانج كوتا كل تقسيم 2، اعتقد الـ K2 تقسيم 2، هنا تقسيم 2، الـ K3 هنا تقسيم 2، هنا تقسيم 2. الـ K1 هو نفسها بدون إضافات، أما الـ K4 هنا الـ Yn بلس K3 والـ Tn هنا بلس Tn بلس هنا H، من بين H أو دلتا T، فهنا بلس دلتا T. فنيجي على الـ K4، لاحظ هنا الـ Tn او الـ Xn بلس H والـ Yn هي K3 على 2، فهذا القانون هنا الـ H انتبه عليه. عوضنا كل الـ Case اللي اخذناها، عوضناها بالقانون، استخرجنا القيمة الجديدة للـ Y. هنا استخرجنا قيمة جديدة للـ Y، فالقيمة الجديدة للـ Y قامت يعني تقل 0.6، هي كانت 0.8 وكانت 1 أصلا، فلنشوفها بيقل عندنا الـ Xn أو الـ Yn بتقدم الـ Xn، يعني هذا يعتمد على المعادلة. هو يريد من عندنا عندما الـ Y أو عندما الـ X 0.2 يريد الـ Y، فإحنا عندما الـ X 0.1 استخرجنا الـ Y، وهذا تعتبر عندما الـ X 0.2 هي هاي الـ Y اللي يعني الخطوة القديمة راح تصير للجديدة، كأنه هاي الـ Y عندما الـ X يساوي 0.2 وهو المطلوب. فأنا أتوقف، يتوقف عندي سؤال، فأنت راح أكيد من راح تشوف هيك أرقام راح تقول إنه شلون هذا وصعب إيجادها، بس تخلي القانون أمامك، طبق القيم القديمة الـ X والـ Yn، تستخرج قيم جديدة، فالحل العددي كلش بسيط، تطبيق مباشر ما بي أي ترك. أما هذا السؤال الأخير هو بالحقيقة لازم نطبقه احنا بالحاسبة، بس ما صار عندنا مجال
يعني بالكورس الأول خصوصا ما يخص معادلات الـ ODE ما استخدمنا الحاسبة، ما استخدمنا الماتلاب. بس نلقي عليها نظرة، الغاية من ذني الكود يعني إذا الموجود ملزمة رقم 2 وملزمة رقم 1، الغاية أنه تطبقها بالحاسبة وتشوف أنه الحل التقريبي بالرسم شلون يصير. نشوف هنا من قللنا الأيج نشوف نسبة التقريب صارت أكثر reasonable، أكثر مقبولة، أكثر يعني convincible، أكثر مقنعة. بس احنا ما شفناها وما طبقناها وما شفنا شلون الماتلاب يرسمها. على كل حال الحل التحليلي لها انه هاي المعادلة اشبهها باحد الصيغ اللي عندي، فهي تطلع تشبه لينير او برنولي. فمن لينير برنولي لازم اوجد انتجريتنج فاكتور معامل التكامل. شلون اوجده؟ من خلال البي، فيصير تكامل البي على الاكسبوننشال. هنا هو بسرعة نستخرج لك اياها، بس انت ترجع للبيسك تقول انه البي يساوي 2 والكيو تساوي كوساين تي، فترجع تكامل الاكسبوننشال تكامل 2 دي تي شقد يستخرج، شقد يطلع لنا الناتج، اضربها بالمعادلة كلها. بعدين يطلع الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، وبالأخير يطلع لي هذا الواي. هسه بالأخير من طلع لي الواي طلع لي تكامل اليو في اللي ينعاد مرتين يلا يوجد حد التكامل. فهذا اللي صار عندي هنا، كوساين تي والإكسبونينشال 2 تي، واحد فرضها يو والآخر هو الدي في كوساين تي. بعدين القانون يقول يو في تكامل اليو دي في، اليو دي في يساوينا اليو في ماينس تكامل الفي دي يو. بالتكامل الاخر طلع لي انعاد مره ثانيه، طلع لي الساين والاكسبوننشال، فمره ثانيه عادها الباي بارت، عادها مره ثانيه يطلع لي بالاخير الكوساين مره اخرى. فهذا الكوساين اللي اريده نقله للصفحه الثانيه، فصارت قدي يعني السؤال الأصلي ويا هذا الجديد صار 2، فبالأخير يطلع لي التكامل المطلوب واللي هو يعتبر الجنرال سوليوشن. فتأخذ لهنا أما ما يخص الكود ماتلاب، يعني هذا ما نأخذه هسه لحد ما يصير فرصة بالمختبر ونطبقها. مثل ما قلنا كملخص للطرق الأربعة، تكتب القوانين وخلي على بالك انه هاي القوانين بس للمشتقة الأولى، يعني بس من عندنا مشتقة أولى، أما المعادلات الفاضلة اللي بيها مشتقة ثانية ما أقدر أطبقها إلا أسوي لها reduced. واحنا مدى ناخذ يعني هواي تريكس، ناخذ بيسك بس اريد نتعلم ايش وقت نطبق ذني اويلر موديفايد اويلر هيونز اورانج كوتر. مثل ما قلنا هاي لحد الان يستخدموها بطريقة الرانج كوتر خصوصا، لان هي تعتبر طريقة فعالة خصوصا من عندنا معادلات فاضلة تتغير ويا الزمن.